طيب دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه، معانا على التليفون عشان نعرف منه اكتر يعني ازاي الطقس ودرجات الحراره هتكون في الفتره القادمه ونطمن. دكتور محمود صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الخير يا استاذه نهاوند، اهلا بيك. أهلاً بيك. كل الساده المشاهدين اهلا بحضرتك. بقى لنا فتره حضرتك مش معانا، فده كان يمكن مؤشر لان الوضع كان مستقر الى حد ما، كانت لسه في درجات حراره مرتفعه، لكن بقى لنا داخلين اهو في اسبوع الوضع افضل بكتير من الفتره اللي فاتت، درجات الحراره الى حد ما في انخفاض، يمكن الرطوبه كمان يعني حالتها دلوقتي افضل من الفتره اللي فاتت. خلينا نطمن كده كمان على الايام اللي جايه، واحنا تقريبا يوم 22 دكتور محمود خلاص هيبقى في تغيير في الفصول، صح كده؟ فعلا طبعا استاذه نهاوند، احنا زي ما كنا بنتقابل مع بعض وقلنا ان شهر 9 بدايته هتبقى الحمد لله بتبدا الاجواء تستقر وتبدا درجه الحراره ونسبه الرطوبه تنخفض تدريجيا، ولكن طبعا بيتخللوا في بعض الايام ارتفاعات في درجات الحراره. الحمد لله ما بتوصلش للارتفاعات بتاعه شهر اغسطس، ولكن تعتبر مقارنه بباقي الايام فيها ارتفاع. على سبيل المثال النهارده في ارتفاع في درجة الحرارة بمعدل من درجتين إلى 3 درجات مقارنة بالأيام اللي فاتت، تصل درجة الحرارة النهاردة على القاهرة والوجه البحري ما بين 36 و37 درجة. لو قارناها بالأيام اللي فاتت هنلاقي فعلا ارتفاع حوالي من درجتين إلى 3 درجات. ارتفاع نسب الرطوبة مش بشكل كبير خصوصا في فترات الليل، فترات الليل الأجواء بقت الطقس فيها معتدل بشكل كبير جدا، وهنخش في مرحلة اللطيف كمان خلال الأيام اللي جاية. يوم الأربعاء إن شاء الله الارتفاع اللي احنا شفناه النهاردة هيبدأ يتحسن وتنخفض درجة الحرارة مرة أخرى، هنعود لأقل كمان من المعدلات الطبيعية. في فرص سقوط أمطار بدأت تتكون زي ما شفنا في اسكندرية وأماكن من مطروح من حوالي يومين، برضو النهاردة في فرص أمطار على أقصى غرب البلاد عند السلوم. تمتد فرص الأمطار الثلاث والأربع بكرة وبعد إن شاء الله لتشمل باقي محافظات سواحلنا الشماليه، السلوم، مطروح، اسكندريه، ممكن مناطق من كفر الشيخ والبحيره. تمتد يوم الاربع للجهه الشرقيه تصل الى دمياط والعريش في الجهه الشرقيه يوم الاربع. فرص الامطار دي خفيفه ممكن تصل الى مرحله المتوسطه في بعض المناطق، طبعا ده اعلان بالتغيرات في التوزيعات الضغطيه سواء في سطح الارض او في طبقات الجو العليا. زي ما حضرتك ما ذكرتي بالفعل اعتبارا من يوم 22 سبتمبر هيبدا بالفعل موسم الخريف بتاعنا، هيستمر معنا 3 شهور لغايه 21 ديسمبر لما يبدا فصل الشتاء جغرافيا ومناخيا. طيب خليني برضو اروح لحضرتك لنقطه، يعني فكرة هنا الحر كان شديد جدا في فترة أو في فصل الصيف، واللي برضو معرفش حضرتك هتتفق أو تختلف معايا، بس ما كناش بنشهده معلش في السنوات السابقة، يعني الحر كان مرتفع بطريقة احنا مستغربين، يعني احنا دايما كان الناس كده في الشارع تقولك احنا بقينا نفس جو الخليج، تمام؟ لكن على الصعيد التاني ما بنشهدش الشتاء القارس قوي زي اللي كنا بنشهده زمان، ففي تناقض، يعني الحر او الصيف بقى اشد حراره ولكن الشتاء مش اشد بروده زي زمان، يعني حتى الشتاء ما بنحسش بيه يمكن اسبوعين وبينتهي. ممكن تفهمنا ده ايه برضه دكتور محمود؟ هو طبعا حضرتك التغيرات المناخيه كل دوله بقى بتبقى حسب طبيعتها الجغرافيه بتبدا تاثر فيها التغيرات المناخيه. احنا ده هو اللي احنا فيه، ده مسمى التغير المناخي بالفعل، طالما حضرتك وباقي المواطنين حسينا بفرق يبقى ده تغير. التغير ده بيدرس طبعا على مدى سنوات طويله، بيوصل فعلا على الاقل 30 سنه عشان نبدا نقول لو التغير ده حقيقي وجذري بيعتبر تغير مناخي، يبقى خلاص طبيعه المكان ده اتغيرت. ده ناخد 30 سنه اماكن محدده وقلت او انعدمت، ما كانش فيه امطار في اماكن وبدات تزيد، ده تغير مناخي. احنا بالفعل في مرحله التقلبات المناخيه ما بين صيف قاسي شويه وارتفاعات درجات حراره اعلى من المعدلات بشكل كبير، ولكن ده عشان مش معتاد كل صيف، ما نقدرش نقول عليه بقى خلاص تغير مناخي، بقى خلاص كل صيف هنشوف كده. يعني احنا بناخد يعني 30 سنه حضرتك بتقول علشان نقدر يعني حضرتك على الاقل طبعا، فاحنا بنقول ان ده التغيرات اللي بتحصل دي تقلبات مناخيه وبدايه تغيرات مناخيه للمنطقه. احنا كنا شفنا 2020 والمطر الشديد في شتاء 2020 واللي وصل لمراحل كبيره جدا وكميات امطار غزيره جدا وكان فيها ان درجات حراره منخفضه بشكل كبير،
وشفنا طبعا حاله 12 مارس اللي ما حدش عارف ينساها لغايه دلوقتي، واللي عملت شلل مروري في القاهره بالكامل نتيجه الارتفاعات الشديده للامطار على سطح الارض. فطبعا احنا قلنا يعني الشتاء بقى هيبقى كل سنه كده ولا ايه؟ شفنا الشتاء اللي فات كانت درجات الحراره زي ما حضرتك ما بتقولي ما انخفضتش بشكل كبير، معدلات الامطار ما كانتش زي 2020، فيعني صيف السنه دي برضو اشد حراره من صيف العام الماضي. بالظبط فاحنا التقلبات المناخيه دي اللي بنشوفها وارده الحدوث خلال هذه الفتره في العالم كله نتيجه الاستعداد زي ما بنقول لتغير مناخي حقيقي هيكون موجود في معظم مناطق الكره الارضيه. والله انا لو السنه كلها شتاء هبقى مبسوطه يعني عن نفسي يعني دكتور محمود والله هو الجماهير في مصر بتختلف زي الاهلي جدا والزمالك بيختلفوا ما بين محب الشتاء ومحب الصيف. دي حقيقه. لا يعني في ناس كتير جدا اعرفها تحب الصيف، بس انا ما ببقاش فاهمه ليه احب جو يعني مش قادره اشم هواء كويس على طول حرانين يعني مش عارفه سبحان الله يعني على كل سبحان الله يعني هي بتختلف فعلا من صحيح. شخص لشخص لانها بتختلف من طبيعه جسم لطبيعه جسم على فكره. لا دي نقطه تانية دي انا ما اعرفهاش، لان هو موضوع جسمي انا بيتاقلم اكتر مع ايه. اوكي لا دي نقطه انا ما كنتش عارفاها فكره دي مهمه جدا، لان زي ما احنا بنشوف درجات الحراره لما بتتجاوز ال 30 درجه في المانيا وفي المناطق الشديده البروده الناس بتموت. ايوه صح موضوع صح تكيف بقى صح. مجرد ان هو بيحابب ايه ومش حابب ايه، لا خلاص ده جسمي يقدر يستحمل ولا ما يستحملش. صح البيئه اللي هو اتربى فيها فعلا بتفرق بشكل كبير كمان جدا. طبعا. طيب كل حال بشكرك جدا جدا دكتور محمود شاهين على هذه المداخله، شكرا ليك.